برنامج كبسولة مع الدكتور فيصل الزهراني. عشان الفهم بسهولة، فوائد نور نجمعها نقدمها في كبسولة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعي ومستمعات إذاعة ألف ألف اف ام في كبسولة جديدة عن رسائل الحشرات وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحان الله، الحشرات موجودة منذ الأزل كما هي موجودة في حجر الكهرمان. إذا كنت من محبي سبحة الكهرمان أو خاتم الكهرمان، فتأمل في تلك الحشرات التي حفظت عبر ملايين السنين لتكون دالة على أن هذه الحشرات كانت موجودة قبل ملايين السنين وقامت بمهام تاريخية أرشدها الله لها تعالى قبل خلق البشر. نتكلم اليوم في هذه الكبسولة عن جند من جنود الله سبحانه وتعالى، قد يكون البعض منا لا يعرف عنها شيئا. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب إيش هي هذه الجنود؟ إيش أنواعها؟ إيش أشكالها؟ كل مخلوق في هذا الكون هو جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. من هذه الجنود الحشرات. كيف؟ معقولة؟ نعم، الحشرات. كيف أن الله سبحانه وتعالى كلفها في مرحلة من مراحل التاريخ بتنفيذ مهمة من المهمات، وفعلا قامت هذه الكائنات الصغيرة البسيطة سبحان الله بتنفيذ هذه الأوامر بكل كفاءة واقتدار. خلونا نرجع شوية للوراء ونتطرق لقصة الجراد والقمل مع الطاغية فرعون. قصة فرعون معروفة، كلنا نعرفها، عندما أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه موسى وزوده بهارون لدعوة فرعون إلى الله عز وجل، وأن يقول له لقولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما كان من فرعون إلا أن بادر بالكفر، بل ادعى أنه الإله، لأنه في ذلك الوقت كان يملك ما نسميه اليوم بالأمن الغذائي، كان يملك زراعة وإنتاج الحبوب، فلديه أرض زراعية خصبة، ومصر ما شاء الله معروفة بخصوبة أرضها إلى يومنا هذا، والناس تأتيه من كل مكان لتأخذ منه الحبوب من مصر، لأنها في ذلك الوقت هي الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي كان لأي بلد هو الزراعة، فمن كان يملك الاقتصاد كان يملك القرار السياسي. ولكن هذا الطاغية بالغ وتمرد وادعى أنه إله، قالها بالحرف الواحد: ما علمت لكم من إله غيري. وبعدين تجرأ، وش قال؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. سبحان الله، أراد الله أن يعاقبه وأن يجعل عقوبته في هذه النعمة التي كانت سببا في غروره، فأرسل أول شيء له الجراد. تأملوا معي يا أخوان، الجراد الوحدة تأكل 10 أضعاف وزنها، يا الله، والسرب الواحد من الجراد بالملايين. إذا دخل سرب على مدينة غطاها، فالجراد أكلت المحصول في الحقل تماما وعرت النباتات من الأوراق. طيب إيش بقي الفرعون؟ المخزون الاستراتيجي، المخزون الاستراتيجي اللي في المستودعات، أو ما تسمى الآن بصوامع الغلال، فسلط الله عليها القمل، يقصد به السوس. والسوس من أشد آفات الحبوب، لأنها تعطي إصابات مخفية ما حد ينتبه لها. الحبوب التي تصاب لا تكتشف الإصابة إلا في أوقات متقدمة تكون فيها فقدت الحبوب محتواها تماما، إضافة إلى إصابتها بفطريات التعفن. فإذا الجراد والقمل والسوس جند من جنود الله. إذن أعزائي المستمعين، لاحظتوا كيف أن هذه الحشرات قامت بمهام رائعة جدا. ما زال هناك قصص أخرى ومهام أخرى وأحداث سطرها التاريخ لهذه الحشرات، ولكن سنرجئها إلى كبسولة قادمة. إلى ذلك الحين دمتم في صحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.